الحمد لمن له المجد والمدح والعزم والنظم والذكر والشكر والصناع. وله الكبرياء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي فضل الشهداء شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحدا بلا ولد بلا ملد وحده بسطعة وبسطوة وبقدرة وبرحمة وبعزمة وبعزمة وبنزرة وبحسبة وبحلمة وبجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتبرية وتنبرة وتزبرة وتبصرة وتذكرة وتذكرة بذكر الآيات. لا شريك له ذاتا ليس كمثله شيء لا شريك له صفة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا شريك له تخليقا ربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدرة لا شريك له الذات لا شريك له الصفات لا شريك له الحياة لا شريك له بقوله لا شريك له بحوله لا شريك له بقرآنه لا شريك له ببيانه لا شريك له وبحسبانه لا شريك له وبأمانته لا شريك له وبخلوته لا شريك له وبجلوته لا شريك له وبصورته بالسكون لا شريك له وبسيرته بالحركة لا شريك له لا وزير له لا معين له ولا مشير له ولا مثيل له لا مقابل له ولا مناظر له ولا منازم له ولا محابر له ولا قسيم قسم 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 له ولا جسيم جسم 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 له ولا نزيم نظم نازم منازم له ولا نظر نظر وزر هزر ولد ولد ألد بلد جلد جسد قصد له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا جسم له ولا كف ولا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده معلى وحده مبرى وحده مجلى وحده منزى منزى مبرى عمدى عروى على نسق الجلال بالجلالية والتبرية والتنقية والترفية والتصفية والتجمية الجلال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده منفردا وحده متفردا وحده متجردا وحده مكبرا وحده متكبرا وحده منورا وحده مصورا كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده أحدا وحده وحدا وحده وترا وحده صمدا وحده بلا ريب وعيب وكيت وزيت لا يزال وحده من يتفزل عنده أو يقل عنده إني شيء أو إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وساءت مصيرا أو يتكبر أو يتأبر أو يتنور أو يتصور أو يستمير أو يعبد أو يعبد أنا الوأمن أنا الجزمن أنا الأزمن أنا الأبدن أنا الآمر أنا الحاكم أنا الواحد أنا الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا فريق له ثم نشهد أن سيدنا سندنا مستندنا وعمدنا وأسانيدنا وشفيعنا ورفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وحسيبنا وحسيننا وجميلنا ودليلنا وعزيمنا ونزيمنا وخطيبنا ثم نشهد أن سيدنا محبوبنا محمودنا معصومنا مطلوبنا مقسومنا ومخدومنا ومنزومنا قسمتنا وعصمتنا ونسبتنا شرافتنا نظافتنا صدارتنا إمارتنا إمامتنا ولايتنا دليلنا وأجدرنا أجدر أنور أكبر أطهر أزهر أشرف أفضلنا أكمل أجمل أزهر أرفانا أعلى أولى أزكى أتقى أبدا أبقى أخشى أرفانا أحمد الأنبياء أحمد الأنبياء سيد الأنبياء إمام الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء أفضل الأنبياء أجدر الأنبياء أعظم الأنبياء أكرم الأنبياء ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إماماتنا سيد تتمة دوراننا
رونق جدراننا بانی ایماننا ثم نشهد ان سیدنا مؤیدنا وجیدنا وقائدنا ورازمنا وناظمنا وقاسمنا وعاقبنا وحاشرنا وحادینا ومهدینا ومرشدنا وامامنا ثم نشهد ان سيدنا سيدا عالما سيدا عاملا سيدا كاملا سيدا حسنا منظما عدلا مفخما شرفا مجسما نبيا محترما رسولا محتشما رسولا مكرما ثم نشهد ان سيدنا ثم نشهد ان سيدنا سعيدنا واسعدنا ضياءنا وازوانا عنايتنا واعنانا ثم نشهد ان محمدا محمدا حامدا محمدا حامدا محمدا حمادا محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا كريما محمدا سليما محمدا شفيا محمدا شفيقا محمدا رفيقا محمدا رفيعا محمدا عليما محمدا حكيما محمدا طبيبا محمدا حبيبا محمدا وسيما محمدا وسيما جسيما قسيما امينا جبينا مكينا متينا درا يتيما سدرا زخيما بدرا منيرا سراجا منيرا ثم نشهد ان سيدنا مأوانا وملجانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا المصطفى بلغ العلا كشف الدجى ليلة السرى بلغ العلا كشف الدجى ليلة السرى ثم هبط ثم نزل ثم جزى ثم ذهب إلى ربه الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم الحمد لله الشكر لله الفضل لله الجود لله والكرم لله السطوة لله والقدرة لله النصرة لله الرحمة لله ثم الحمد لله الذي مد الأرض فراشا ورفع السماوات من غير عمد وأجر الشمس والقمر وجعل النجوم وجعلها مصابيح من الظلمات المختار المطلق الذي لا داء ولا دواء ولا مرض ولا وباء ولا موت ولا حياة إلا بيده لكل فرد من الكائنات ثم الحمد لله الذي خلقنا من جنس الإنسان وكرمنا وأكرمنا شرفنا وأشرفنا فضلنا وأفضلنا حسننا وأحسننا عظمنا وأعظمنا قدرنا وأقدرنا بجلنا وأبجلنا ومن علينا بالإيمان ثم الحمد لله الذي نزل وأنزل القرآن بإتمام العقائد والأعمال وأصول الإيمان ثم الحمد لله الذي أرسل فينا ومنا سيدنا وحبيبنا محمد وكريمنا محمد وخليلنا محمد وشفينا محمد وعزيمنا محمد وصفينا محمد
محمد وتقينا محمد وخطيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجان الذي لا معصوم بعد ولا نبي بعد ولا رسول بعد كما قال تعالى في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم نشهد أن من هو سند الورى ثم نشهد أن من هو سند الورى سند الورى سعيد الورى دليل الورى حسين الورى حسين الورى خطيب الورى شفيق الورى خليل الورى حليم الورى كريم الورى عظيم الورى شريف الورى ثم نشهد أن سيدنا محمدا عالمنا محمدا كاملنا محمدا عازمنا محمدا نازمنا محمدا ناشرنا محمدا ثم نشهد أن محمدا عبده محمدا حبيبه محمدا نبيه محمدا صفيه محمدا خليله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم